يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا هدير. صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير على كل المصريين، وصباح خاص جدا لكل الأمهات الصغيرين والكبار اللي دايما مهنينا ومعيشنا أحلى يعني حياة، وهم دايما سر الوجود وسر السعادة، ودايما رمين حمولنا كلها عليهم. كل سنة وانتوا بصحة وسعادة، وانتوا الخير وانتوا البركة. ايه يا شاذلي، علاقتك بمامتك عامله ازاي؟ احكي لي. من وانت صغير كنت طفل كده هادي ومطيع ويعني مش بتطلع العين ولا ايه؟ لا كنت هادي طبعا، بس قبل ما اتكلم طبعا عن علاقتي بوالدتي، كل سنه وكل ام مصريه بالف خير، كل سنه وكل ام جدعه، كل ام شقيانه، كل ام تحملت فوق طاقتها ومصممه ان هي تكمل للنهايه عشان تربي اولادها وتخرجهم في الاخر حاجه تنفع بيهم المجتمع. وعندنا نماذج كتيره جدا الحمد لله السنه دي، امهات عانت من ظروف، يعني سواء ازواجهم سابوهم او طلقوا او ازواجهم توفوا، لكن في النهايه او ازواجهم كمان كانوا موجودين لكن كانوا تعبانين، فهم تحملوا حاجه زي دي وتحملوا مرضهم وسندوهم وساعدوهم وقاموا بالبيت وعدوا بالمركب الى بر الامان. فكل سنه وكل ام مصريه بالف خير. بالنسبه لعلاقتي بوالدتي يعني بتتلخص في جملتين كده، اي حاجه والدتي بتحبها انا بحبها، واي حاجه والدتي عملتها بايديها يعني بالنسبه لي حاجه ليها مكانه خاصه، حتى لو يعني قربت تبوظ. يعني لو كانت عامله لي اكل بالمناسبه هدير، والاكل ده مثلا فضل في التلاجة فتره وخلاص قرب يبوظ، يعني هاكله برضه عشان هي حاطه ايديها فيه. لا فدي ده بالنسبه لي موضوع كبير. طيب انت بالنسبه اخذت ايه صفات منها؟ اخذت ايه صفات؟ طبعا مش كلها صفات حلوه برضه عشان من بالنسبه للصفات اللي اخذتها من والدتي، طبعا اخذت الايثار. والدتي دايما تفضل الناس وتفضل مصلحه الناس على مصلحتها هي الشخصيه، واخذت منها كمان فكره اهتمامها بالناس. يعني كانت دايما كده بتتخيل او بتقعد تبص كده للبيوت وتقول يا ترى البيوت دي مقفوله على ايه، فدايما همها هو الناس، ودايما بتقعد تسمع لمشاكل الناس وبتعيش حاجه زي دي. وبالمناسبه اللي بيبقى حالته كده بيعاني نفسيا جدا جدا جدا، فهي باللي حواليه. فهي ورثتني حاجه زي دي، وللاسف دي حاجه موجوده فيا. اما بقى بالنسبه للصفات اللي يعني ها اللي اخذتها منها، فالقلق كانت دايما لما تتصل بيا زمان وانا ما ردش مثلا، خلاص ده العصابه خطفته، ده العصابه خطفته، اكيد دلوقتي بيعذبوه. دلوقتي دي حاجه كنت بنتقدها زمان بالمناسبه، دلوقتي فعلا لو اتصلت مثلا بمراتي ومعاها بنتي مثلا في مشوار وما ردتش، دي اتخطفت ملوش حل تاني. ما هو ده بقى اللي احنا بنقوله، ان احنا صغيرين شويه كنا بنشوف الحاجات اللي الامهات بتعملها حاجات غريبه جدا وشويه اوفر، وايه اللي هي بتعمله ده وجو بقينا يعني زيه. بقينا بنقول جمل هم كانوا بيقولوها وتتخض كده وتبص لنفسك ايه اللي انت بتقوله ده. يعني مثلا بنتي تقول لي انا مش لاقي حاجه، اقول لها طب وانا لو قمت وجبتها لك. ده كلمه مشهوره قوي دي، التحدي في كده اصلا. بتقولي كده انت كمان؟ بقيت بقول الكلاشيه ده، بقيت اتخض من نفسي وانا بقول الكلاشيه ده. فيعني الامهات الحقيقه على كل المجهود الكبير اللي هم بيعملوه حقهم يقولوا اللي هم عاوزينه. يعني النهارده يومهم، والنهارده احنا بنقول لكم ان احنا يعني بنقول لكم انه الدنيا كلها حتى قليله عليكم. ربنا يرحم اللي والدته مش موجوده، وربنا يجعلكم سبب في فرحتهم دنيا واخره، واي حاجه نعملها قليله عليكم. انا بالنسبه لي اخذت من والدتي تقريبا شكلي، يعني انا تقريبا نسخه من والدتي، وكل ما بكبر ببقى شبهها اكتر. نبرة صوتي هي، وده كان بيعمل لي مشاكل كتير جدا 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 زمان. في بقى التليفون صحابي يتصلوا على التليفون هي تخلص الحكايه، ومامتي الحقيقه كانت بتستغل الموضوع ده هي اللي بتخلص كبير. ده انا تخيلت ان انت ممكن تردي عليهم عشان تعملي فيهم مقالب. لا هي اللي كانت مامتي بترد، هم ما بيدوهاش فرصه تقول لهم ان انا مش هدير. يخلصوا الحكايه كلها وبعدين ايه تقول لهم طب انا هندهلكوا هدير، خلاص بقى بيبقى اللي اتقال اتقال. يعني طيب عايزين نعيد فعلا زي ما انت قلتي على كل الامهات، وكان بيبقى دايما كده في كل سنه في جدل دائر الاحتفال بعيد الام على السوشيال ميديا، هل توافق او هل ترفض حاجه زي دي؟ طبعا لان في ناس فقدت امهاتها. يعني الفكره انه لو الاحتفال صادق ده اهم حاجه، يعني الناس ليها حريه طبعا وليها حق تعمل كل اللي نفسها فيه، في المقابل ان هي ما تاذيش مشاعر حد. ف بالنسبه للام توفت طبعا ربنا يرحمها وربنا يصبره وربنا قوي قلبه طبعا، لان دي حاجه كبيره جدا فقد الام، وهو بالمناسبه مش مستني عيد الام عشان يحس بالفقد، هو عايش في فقد طول حياته. فممكن يستغل حاجه زي دي بانه يحط لها بوست برده ظريف كده على الفيسبوك والناس برده تشاركه ويدعو لها طبعا ولد صالح يدعو له، هو دي اهم حاجه. وانه نفضل دايما طول ما احنا موجودين في الدنيا نكون
يعني امتداد لوجودهم، وربنا يرحم من توفى، وكل سنة وكل أم مصرية ست عظيمة وأصيلة وجدعة ودايما بتضحي عشان اللي حواليها وتسعد اللي حواليها وكمان تسعد نفسها. ده سؤالنا النهاردة، كبرت وأخدت إيه من صفات مامتك؟ جاوبونا وقولوا لنا، ده موجود على صفحاتنا على فيسبوك وتويتر وانستجرام، منتظرين إجابات حضراتكم هنستعرضها طوال الحلقة. وصباح الخير على الأمهات المصريين، صباح خاص جدا من صباح الخير يا مصر.